مرحبا بكم مشاهدينا مرة ثانية. يزور وزير الخارجية الفرنسية اليوم القاهرة في زيارة يستقبل خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث قضايا الشرق الأوسط والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة. ومن المقرر أيضا أن يلتقي وزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لبحث القضايا الإقليمية التي يتحاور بشأنها البلدان على نحو وثيق، لا سيما الملفات الخاصة بليبيا وعملية السلام وسوريا. أكد بيان الخارجية الفرنسية أنه في أعقاب المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل تنظيم داعش والقاعدة الذي عقد بباريس في 26 من أبريل، فإن فرنسا ومصر عازمتان على مواصلة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب ودعم باريس للإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تجريها السلطات المصرية.